نرجو الإجابة على السؤال هذا. أحد الأخوة هنا يدرس في معهد وهو من جيزان ووقته ضيق وليس عنده راحة إلا يوم الخميس الجمعة، فيقول أرجو الإجابة على السؤال هذا، إنه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شأن الحجاب وأمور أخرى، وقد ذهبت إلى أهلها عدة مرات وأعيدها، والمرة الأخيرة لا زالت عند أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ 3 أشهر تقريبا، وقد أوصلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية، وما عاد لي رغبة فيها، ولي منها بنت صغيرة وأرغب استرجاعها، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. ما دمت أطلق أنها نويت هنية فالنية لا يقع عليها الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم، ما دام نية أنك رحت له ناول طلاقها ولكن ما تكلمت بشيء فهي زوجتك باقي. أما إن كنت تكلمت فتروح إلى أهلك تقول الطلاق أو أنت مطلقة أو خاصة من ذمتي أو ما أشبه ذلك طلبك طلقة واحدة وإذا قلت هذا كان فقط. أما إن كان نظامية فقط في نفسه ولكن ما تكلمت بشيء فهي باقي في زوجيتك في أصلك. أمي أربعة طفلا قدر يجعل البنت هل ممكن يأخذ البنت ويستخدمها؟ هي أمها دي يأخذ أمها لا لا ما بغى يأخذ ثلاثة حجة هذه عند محكمة يا ولدي ثلاثة هذه عند